المتابعين الاعزاء عبر الرياضيه السعوديه، تحيه وتقدير للاستاذ الخاص في هذا اللقاء وزملائنا الكرام ايضا بقياده بندر الشهري واحبائنا من المحللين، تحياتنا اليهم. وهنا استاذ البحرين الدولي، وهذا اللقاء الذي يجمع بين قطر وعمان ضمن المجموعة الأولى في كأس الخليج 21 لكرة القدم، والتي تقام الآن في البحرين، وهذه هي مباراتها الخامسة أيها الأعزاء، مباراة البطولة الخامسة التي تظهر أيضا بتشكيلة المنتخب القطري التي سنذكرها لكم بعد قليل، وتشكيلة باولو أنتوني المدرب البرازيلي للمنتخب القطري. التشكيلة القطرية تظهر مرة أخرى بقاسم مرافق حراسة المرمى، هناك محمد كاسولو وماركوني أميرال مع حسن هيدوس إبراهيم ماجد في خط الدفاع، يونس علي مع عبد العزيز حاتم وطلال بلوشي في خط المنتصف، هناك خلفان إبراهيم خلف يوسف أحمد وسباستيان سوريا في